بطاقة إقامة، شهادة طبية، نسخة من جدول الضرائب وتصريح بعدم العمل وشهادة عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي. أهلا بكم لاستخراج شهادة الفقر بالجزائر للاستفادة من الإعانات المالية الخاصة بالشهر الفضيل. هي إهانة للجزائريين وتعكس مدى تخلف المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية في الجزائر، كما أنها يعني عبارة عن مبلغ زهيد قسم بالتساوي على كل الفقراء والعائلات في الجزائر. وأعتقد بأن بحكم الثروة الموجودة في الجزائر، أعتقد بأن هذا المبلغ لا يعكس مدى العدالة الاجتماعية، كما أن الفقراء والموازين هم بحاجة إلى إعانات الحكومة يعني وتحويلات اجتماعية بصفة دورية وليس بصفة موسمية كالشهر رمضان. هي شهادة اعتبرها الجزائريون إهانة لهم بعدما لجأت بعض البلديات إلى إلزام الأسر الراغبة في الحصول على المنحة استخراج شهادة الفقر لإثبات أحقيتها في الحصول على الدعم، بعدما فشلت الدولة في إحصاء عدد العائلات التي تحتاج دعماً مع حفظ كرامتهم. هذه الشهادة ليست وليدة اليوم، وإنما هي شهادة قديمة كان يتحصل عليها المواطنين في كل مرة على حسب احتياجاتهم، وأعتقد أنها تعتمد فقط على التصريحات وقد تكون هناك فيها مغالطات، ولهذا كان واجب أن تقوم الحكومة بالسهر على منظومة إحصائية تعد فيها كل الفقراء والموازين لتقديمهم تحويلات اجتماعية تتناسب والشهر الكريم وتتناسب أيضا ودخولهم الضعيفة وتتناسب أيضا حفاظ على كرامتهم. في وقت انتفض فيه الجزائريون ضد النظام الذي كان سببا في تدهور مستوى المعيشة وطالبوا بتحقيق العدالة في توزيع الثروة ومحاربة نهب المال العام، يأتي هذا الإجراء الذي يعتبر سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة.